زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخامسة متاع العشية. نبدأ في استقبال ضيوفنا، والضيف معنا بالتليفون من السعودية لاعب نادي هاجر السعودي، اللاعب السابق للترجي ملعب التونسي ونجم متلاوي أسامة البغاني معنا بالتليفون. أسامة أهلا بك. أهلا بك سلام، أهلا بمستمعيك بريسافين. مرحبا بك أسامة. دونك أكيد كما كنا تحدثنا حتى قبل شوية في الأوف، قضية مستحقاتك المالية من نجم متلوي، اتهامات اختيار ظهر لي الفريق نجم متلوي بالاستيلاء على الأموال نتاعك، وكانت واضحة لنا شنو الحكاية بالضبط. خويا سلام، ساعة قبل كل شيء راهو ما نجمش نتعدى من غير ما خاطر الباساج نتاعي في المتلوي اللي تي بينيفيك فوتباليستيكمون، ونشكر جمهور المتلوي وصحابي اللي لعبوا معايا في المتلوي انديبوندامون من اللي صار واللي قاعد صاير غاديك، يعني حاجه ما يلزمش الواحد يسكت عليها. ردا الجميل للناس اللي تحب المتلوي اللي مساكن كل عام يعانيو في السيتياسيون تاع كل عام، وهي عتيح عتيح عتيح، والاسباب الاسباب خطيره شويه بالنسبه لي انا اشوف، على خاطر ديما نحن نحطوا الملام الملاعبي الملاعبي الملاعبي، ما اغيبي ان مومون يلزم تحط الحقائق قدام الناس الكل. خويا المتلوي باش نبدا باش يعني عندها افونتاج على برشا جمعيات في تونس اللي عندها غوفوني جاها من سي بي جي، اللي هو يعني قار هذاك ينجم يسهل لها سيولتها، تنجم تعطيها دي كونديسيون احسن من جمعيات اخرى. فجي تلقى روحك صح في المتلوي في مع بامونتون ما تاخذوش ديجا افيك كونديسيون دو نتاع عيشه، نجم نقول لك فما جوارات تسكن سبعه في دار ما يلقاوش باش يدوشوا في الدار. سبعه ملاعبيه في دار في فريق في الدرجه الاولى، سبعه ملاعبيه في دار وما عندهمش دوش في الدار. تبدا فاهم. نحب نعرف المصاريف وين هذه اللي تتشكل متلوي كل عام، ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس، وين السي بي جي تخلصوا هي تعطي فيه مليار ونص زوز، وينهم الفلوس هذوكم الكل؟ الناس انا نقول نحب نتاكد لك 20 ملاعبي، اكثر واحد ملاعبي نجم ياخذ في المتلوي فلوس في على السنه دايره كلها 3000 دينار 4000 دينار. نجم نحسبوا التوتال وينهم الفلوس الاخرين؟ صحح على ورقه ومن بعد تلقى روحك فما ديماغوي فما محامي، العباد النوادي تعمل محامي باش الفريق يكون بوزيسيون دو فورس وقت اللي يكون عنده مشاكل باش ما يخسرش نقاط، باش يعرف يتصرف كي يسافر، باش يعرف يتصرف في برشا حاجات. لا المتلوي تعمل في محامي باش تستولى على الملاعبين. باهي فسر لنا اسامه شنو استولى لك انت بالضبط؟ انا جيت للنجم رياضي المتلوي صححت معاها على باز 6 شهور، نلقى روحي يحكي لي في حاجه نتاع كونك تصحى عام ونص، خاطر الفيدراسيون ما تخلينيش نصحى 6 شهور وعلى النومبر دو ريكروتمون، حكي لي حكايه حسيلو اوكي نصحوا افيك ريزيلياسيون دو كونترا اللي تبدا فالابل من موا جويي. الناس الكل نعرفوا اللي في موا جويي كانت الكورونا يعني تمدد الشامبيونات، لعبنا في اوت فاوتوماتيكمون السيزون تاعي مازالت ما فاتش، قعدت نلعب بالاكورد دو برانسيب مع النجم المتلوي. عملنا كملنا سيزون، انا مخيت من مستحقاتي يمكن ناخذ 10% منهم الكل، اللي روح ليلي وفيل ليلي وفيل كل شيء، كلها وعود وكلها هاك باش نجم نعرفوا قداش المونتون اللي خذيته. حكايه انا حكايه فارغه، اما انا حبيت نتكلم في الجلوبال على السيتياسيون، مش كان انا راه برشا ملاعبيه في النجم الاولي اللي ما نجمش حتى تتكلم تو، وبينهم بالامثال برشا امثال برشا، واللاعبيه اللي خرجت الكل ما خلصت تتكلم لاعبيه اللي جايه عن طريق المحامي اللي يشتغل معاها رئيس النادي. بس هذاك هو كهو سرقه فمش فلوس. عرق هذا عرق ناس. قلت لي سرقه اش معناها سرقه؟ سرقه نتاع يعني كون انت تجي تحط وحبر على الورق كونك انت باش تخلص في مونتون ما تاخذوش. انا يجيش يعمل لي انا عمل معايا ماغوي كيفاش لعبها لي في شكون اللي تحكي عليه باش نفهموا شكون اللي تحكي عليه اسام؟ محمد الديناري كرئيس نادي. باهي رئيس نادي والوكيل اللي يتعامل معاه اللي هو سيمبول اسنان. باهي باش نبداو واضحين، الكلام اللي قلته واللي باش تقوله اسامه تحمس قلته بالطبيعه انت اكيد تحمس أكيد. اي حد تجبد اسمه حق رد مكفول ليه باش يوضح. احنا ربي احنا معه. احنا ربي انا بالي انا اسامه سامحني اسامه باش نعطيك الكلمه، اما لازم نعمل توضيح هذا. انا اي حد تجبد اسمه عنده حق رد باش يتكلم، وحنا نزلوا بالطبيعه الناس الكل، والكلام اللي باش تقوله باش تحمس قلته انت في اللي باش تقوله. باهي تفضل كمل اسامه.
انا وقعت عقد مع سنه ونص مع ديريكسيون دو كونترا. من بعد كما تعرف جيني اوفر البرة باش نخرج، وكان معايا التفاهم مع الرئيس اللي باش نخرج، وفي باله بيا باش نخرج. يعني انا حتى في المفاهمه مع نجم المتلوي فهمنا على 6 شهور ونيغوسينا، كان 6 شهور لي ديتاي نتاع 6 شهور. نجي انا خارج نحب ناخذ اخلاء الطرف نتاعي باش نمشي. إيه انت واخوها نورمالمون مش قلت لي مصحح ريزيلياسيون؟ اي مصحح ريزيلياسيون دو كونترا. اي ديجا واخوها انت ورقه هذه باش الدوسي نتاعي يتبعث للبي ام اس، ناخذ الكارت جون نتاعي باش نمشي باش نبدا السيزون نتاعي جديده مع ناديه جديد. سي ان بروسيدور بروتوكول ساهل، ورقه ما فيها حتى شيء. وقت اللي انت انا الريزيليسيون انا نيغوسيت كان 6 شهور، حتى العام ما نعرفش علاش باش يصير فيه. جي انت تحطني في موقف اللي انا مصحح عقد مع نادي جديد، وانت تحب تقول لي انا ما زلت معك في عقد نتاع سنه ونص، هذا الكل وراه تخدم من عند الوكيل الاعمال اللي يتعامل معاه الرئيس النادي، على خاطر صارت برشا اتصالات في نفس الوقت وقتها، وهو الرئيس ما يعمل كما يقولوا ما يعمل حتى حركه الا ما يعطيه لاكور السيد هذايا باش يسرق ملاعبيه بلغه اخرى، خاطر ما يجيش عرق ناس. انا نقول لك تخرج من تونس 7 نتاع الصباح تخلط المتلوي ماضي ساعه عرق. وسيما نحن نعرف قلت لك سرقة ماهيش كلمة معناتها كلمة كبيرة، معناتها نحن نعرف وين السرقة. ايش معناها السرقة؟ ايش معناها؟ يعني انت حق ما يهزش تليفون ويسكر عليك التليفون ويقول لك لا ما عندكش، يقول لك ما يخلص كان اللي ما يخلص كليرمون ما يخلص في المتلوي كان الملاعب اللي باش يعاود معايا واللي عقدوا 6 شهور كهاو. وسيما هذا معمول به تقريبا في جمعية الكل، ويمشي ويشكيو القضايا في نجلة النزاعات، ظهر لي معناتها برشا قضايا في النزاعات، علاش ما مشيتش انت اللي شكيت غادي معناها؟ خاطر انا ما عنديش الريزيليسيون دو كونترول نتاعي. ما صبتش. قلت لي مصححها معناها يعني مش قلت لي مصححها. مصححت. هو برشا العقود تتصحح في نجم المتلوي، باش نعطيك حاجة أخرى، باش نوضح لك حاجة أخرى. العقود في نجم المتلوي تتصحح، العقد يكون فيه باش نقول حاجة كيكا إكزومبل، يعني الملاعب ياخذ في أن سالير دو ما نعرفش 3000 دينار مثلا. مي في العقد ريالمون مكتوب في العقد اللي هو يخلص العقد المبدئي هذاك الأولاني كهو اللي فيها نقاط معينة بالضبط كهو، يعني ليش مكتوبة مع أفنون، والأفنون هذاك يبدا عند النادي وهو مش مصبوب. من بعد يعني اللاعب إذا كان باش يواصل مع نجم المتلوي فبها ينجم يخلص في جزء من الفلوس، اذا كان ما يوصلش ينجم يمشي يشكي، يلقى روحه يشكي في مبلغ مش هو اللي متفاهم فيه مع النادي. يعني هذه صيغه من الصيغات اللي ينجموا اللي يتلعبوا بها في النادي. والفلوس الديفرنس هذيك وين تمشي؟ ما نعرفش، هذاك السؤال. سامحني انت المصاريف الكل، مصاريف حتى قلت لك 7 ملاعبيه في دار في فيه. وين المصاريف؟ فاش تصرف انت؟ الناس ما عندهاش دوش في الفستير، ندوشوا بطاسه في بتيه لبرا. وين مصروف؟ فما حتى مصروف. لهالدرجة وصلت هذيك علاش السيتياسيون تقعد كل عام تعبة، وهذيك علاش السيتياسيون تقعد لاخر العام باش تتفض. والحمد لله عملنا، وكان فما رجال ولعبنا بلاش حتى فرنك، ولعبنا للنادي ولعبنا لرواحنا ووقفنا والحمد لله ربي وقف معانا ومنعنا. مي السيتياسيون باش تقعد كل عام نفس الموضوع. اليوم انا حكاية فارغة، فلوس خذاهم لي عرقي هذاك عشان يخطب من عنده نهارين. اما اليوم انا هكا وغيري ولي زيكزامبل برشا ملاعبين صار معاهم هكا برشا. هو سنة في حد ذات انا هاني نتكلم على ناس، فما ملاعبين معايا نفس الموضوع هذا. قداش المونتون اللي تسالو اسامه؟ ما خليه الديتاي هذاك خليه لي، سامحني واضح. ماهوش مونتون اللي باش، اما حركت عليه وتعبت عليه ومشيت عليه. غاديك واضح تشوف السيتياسيون تاع الكلوب انت وقت اللي كنا نحن طايحين، وكيفاش اللي سوا ديزون لاهين بالفريق ودايرين بينا وكيفاش يحكيوا معنا وكيفاش الناس. لاخر وقت ما خديناش فلوس، لاخر وقت نحن النجم المتلوي لعبنا منعنا، ظهر لي خدينا اللي يحكيوا منحه نتاع ماتشات، ظهر لي خدينا 4000 ولا 5000 دينار في التوتال نحكي لك في 12 ماتش. باهي اسامه، سليم بولسنام يطلب حق رد، تحب تواجه وتحكي معاه معناها، ولا تحب تخليه يرد على روحه معناها؟ يرد على روحه ربي معاه. واضح. تحب تضيف حاجه اسامه سيبون؟ نعم. تحب عندك ما تضيف؟ انا حبيت نوصل صوتي للناس اللي تتبع سيرتو، جمهور اللي تتبع غاديكا، للناس اللي غنيت باسمك والناس اللي حبتك، باش تعرف علاش جمعيتهم في كل عام نفس الموضوع هذاك. اليوم انا هكا صار معايا على خاطر ما تسميش علاش، يعني ما
جيت نلعب معني مع بستة شهور جيت آخر العام تعمل معايا تعملها تعمل لي مقوي متاعك باش ما تخلصنيش انا بقدر انا كور جيستين غادي عم يجيك بلاص اخرى وحمد لله الرزق بيد ربي اما علاش تفرق لنا واضح حرام واضح سينو انت شنو امورك في السعوديه السنة الحمد لله ولا الحمد لله لاباس اون نوفيل اكسبيريونس كورة باهية ريتم باهي كونتريرمون على يمكن لي زيكو الاخرين مي الحمد لله اكسبيريونس اللي قاعده تزيد فيا وان شاء الله ان شاء الله الجاي خير يا ربي ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك اسامه البغاني وبالتوفيق ليك ان شاء الله بطبيعه الكلام اللي قلت الكل اسامه تحمل مسؤوليته انت في اللي قلته اتهامات خطيره كنت وجهت للمسؤولين وفي نجم متلاوي حتى المحامي سليم بولاسليم اللي بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون للشيخ وحق رده ايضا سيد محمد الديناري اللي كان تجبد بالاسم رئيس نجم متلاوي عنده ايضا حق رد مكفول له في كل وقت موسيقى ثم الاخبار.